السهرة ما بتكتمل بلا جمعة الأصحاب. قدي هالمحطة قلبها كبير بتستقبل كل الناس. ضيوف كتار مروا علينا من مختلف المجالات. أنا عرفت إنه عم تحكي عني كمان. بتطفح إشي صغيرة أول أكتمل إشي الكبير. شو بتعمل أنت بعمرك بعمل أنا إذا ما كنش عم بخوت أكتر. جماعتهم الضحكة الغنية الروح المرحة جنن مثلي تماما. بس لتشوفوا قدي أنا هنية حاعتيح. تفضل. بس انا بطبعي حياديه ولا وسطيه وحب للسهر. انا مبسوط فيك كتير اليوم بالسهر. او انا كمان مبسوطه فيك. والسنه كمان رح يجتمعوا عنا. خلي السهر عنا خلال النصف الاول من شهر رمضان المبارك على المستقبل.